بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما كانت الليلة المباركة زينت الجنان واستبشرت الحور والولدان وهبطت الملائكة من السماء تستقبل شبيه النبي محمد صلى وكانت ليلى والإمام الحسين ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرتقبان ولادته والهواتف تهتف بها وتبشرها بولادة هذا المولود المبارك شبيه المصطفى أحمد النبي محمد صلى الله المسدد أبي قاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تمت 9 أشهر وزينب لا تفارقها، تقول زينب عليها السلام: قال لي أخي الحسين: يا زينب لا تفارقي هذه الليلة المنزل، سيرد لك غلاما أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول: وصرت أراقب عنه والأنوار تسطع من وجهها. تقول: جلست أم كلثوم عن يمينها وأم البنين عن شمالها وأنا أمامها. ولما ودنت ساعة الولادة وكانت ليلى لا تحس بألم ولا وجع بل بخف واتساع، وإذا بها قد وضعت بعلي أفضل الصلاة والسلام رسول الله محمد صلى وصلى على محمد علي أبي طالب تربي عليه صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء الحسن والحسين أئمة المعصومين المهدي المنتظر إلهي عجل فرجه المهدي المنتظر إلهي عجل فرجه المهدي المنتظر